نارين بيوتي تحتفل بعيد ميلادها 23 بحضور عدد كبير من اليوتيوبرز. نعم، مثل ما سمعتوا، احتفلت اليوم نارين بيوتي بعيد ميلادها 23، وكان هالعيد الميلاد من تنظيم اخواتها البنات سيدرا وشيرين بمساعدة جلال وشيرو من دون علم نارين، حيث قضت نارين يوم كامل بغرفتها لحتى ما تشوف التحضيرات للمفاجأة. ليفاجئوها بالليل بحفلة عيد ميلاد كتير كبيرة بصحراء دبي بحضور عدد كبير من أصدقائها، من بينهم أصدقائها اليوتيوبرز، ومن بينهم كان رغد وروان وريان، لانا ولين، شهد واسياماند، أرست الشايب ومصطفى، وأسامة مروى. والأجواء كانت خيالية، فإليكم البعض من أجواء الحفل. فشو رأيكم بحفل عيد ميلاد نارين بيوتي 23؟ وشو هي أفضل فعالية بالحفلة بنظركم؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.